السلام عليكم، نهاركم مبروك ومرحبا بكم. قبل ما نبداو لاغي فيديو بخاص، ما تنساوش تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش هكذا باش يوصلكم جديد غير يخرج. كلاسيكو سبور او اس اس ديفات امير. في ماتش واحد اخر الوفاق اللي كانوا في مصر باش يلعبوا كونتر اهلي بنغازي من ليبيا خسروا 1-0. هاد لو سكور ما يبينش نيفو ولا دعين فواره اللي دوميناو وكانت عندهم بزاف لي زوكازيون. لا بروميير ميتون عمورا تير على لا ترونسفيرسال، في لا فان دي ماتش ديفونسير ليبي سلك بالون على لا لين. كوكي اللي بان منرفي في كاع الماتش اكوز دو لاغريسيفيتي دي جوار ادفيرس. في هذا الماتش اللي كانت فيه بزاف خشونه، غاشا ما كملش الماتش ودا كارتون روج. من جهتهم ليلي بيان داو روج ثاني. بهاد لا ديفيت سطيف عندهم غير ان بوان في دو ماتش وراهم ديغني. ليكيب دي زاد امسيه ان بوان على لي كار دو فينال. المولوديه اللي ربحت الي روتور مع تينغاث من السنغال 1-0 واللي عندها 8 بوان خاصها 1 بوان باش يتكاليفياو لي كار دو فينال. الماتش مع الزمالك في ديبي دو موا دافريل يبان كي فينال دو جروب، ولازم على لي جوار ديال عمراني يديروا او موان ماتش نيل باش يسيريو لا كاليفيكاسيون. مالغري كو نيفو اللعب يخوفوا شويه، من الان راهم دايرين دو بون ريزولتا وعندهم شونس كبيره يتكاليفياو. لو بيتور جياسكا نزلا صوف لي موبل. البارح في دوزيام ماتش دو لا كوب دو لا كاف، جياسكا اللي كانت في لا زومبي ما قدروا يديروا غير ماتش نول 2-2. لي كاناري اللي كانت عندهم لا بوزيسيون دو لا بال في كاع الماتش ما جابوش دي بون اوكازيون باش يماركيو. لي زومبي هما باغ كونتر ماركيو سور لوكازيون الاولى اللي جابو، وزادو ان دوزيام بيت في لا دوزيام ميطون وين كروم وبنبوط ما تفاهموش وكان بيت كونتر سون كومب. في دقيقة 80 كنا نستناو يخلص الماتش بديفات من جياسكا، قدروا يماركيو بيت في 82 مينوت في لو طون اديسيونيل. لو سوبر سوب نزلا قدر يغاليزي. لو كلوب كابي اللي قدر يندم على هاد لو ريزولتا مالغي كو راهم ليدر دو جروب ب 4 بوان. ديربي ليغ 1 18 جورني دو شامبيونا. لا جي اس ثورة غياليزاو اون بال اوبيراسيون نهار الاربعاء اون ديبلاسمون كونتر باغادو اسي وربحو 2-1، هكذا يكونوا ولاو ليدر دو شامبيونا. الوضعية تاع برج بواريريج زيد تتأزم بأون ديفات أدوميسيل 3-0 كونتر كونستانتين. مولودية وهران هما تاني خرجوا بنول أدوميسيل 0-0 كونتر عين من ليلة. بلو با دو كلاسمون لا إيزو شلف قدروا يربحوا 1-0 كونتر لوياس بيسكرا. لو وات لمزان خرجوا حتى هما بنول أدوميسيل 1-1 كونتر لوساندي ويكونوا داروا أن ثوازيام ماتش سون فيكتوار على التوالي. فير بلاي لازيو طالبين أحمد توبا داير سيزون مليحة في لي بيبا. المدافع ذو الأصول الجزائرية أحمد توبا راه في الرادار تاع لا لازيو دو غوم حسب ما بان في لابريس لوكال. الفريق الإيطالي اللي راه يحوس وباغي رونفورسي لا ديفونس ديالو تعجب بلي كاليتي وبلو بروفيل ديال لو غوشي أحمد توبا اللي عنده غير 23 واللي لعب 25 ماتش كاع تيتولار في هاد لا سيزون في الشامبيونا. من جهة واحدة أخرى راهي الهضرة عليه باللي راه في لا ليست ديال بلماضي اللي تلعب مع لا زومبي وبوتوانا في مارس هذا. هكذا نكون لحقنا لافات على غوفي دي بخاس لنهار اليوم. نتلاقاو المرة الجاية ان شاء الله في اون نوفيل غوفي. سلام.